بسم الله الرحمن الرحيم. بننتقل إلى المحاضرة السادسة في مادة المؤسسات التسويقية، وموضوع المحاضرة هو التوزيع. هنا بنشوف النقطة الأولى اللي هي مفهوم قناة التوزيع. فالمفهوم الأول لقناة التوزيع هي الطريق الذي يسلكه المنتج منذ الانتقال من المنتج أو المورد حتى الوصول إلى المستهلك النهائي أو المستعمل الصناعي. كذلك في تعريف آخر أو مفهوم آخر لقناة التوزيع بأنها هي مجموعة من المنظمات المستقلة والمشتركة في عملية توفير أو إتاحة المنتج للمستهلك النهائي أو للمستعمل الصناعي. بالنسبة لأنواع التوزيع، في عندنا نوعين اللي هو التوزيع المباشر والتوزيع غير المباشر. التوزيع المباشر هو توزيع المنتج بدون وجود وسطاء. فعندنا مثلا ان هنا المنتج ما بيقدم اللي هو السلعة الاستهلاكية او المنتج الاستهلاكي بيقدمه للمستهلك النهائي، وعندنا هنا المورد ما بيقدم المنتج الصناعي بيقدمه للمستعمل الصناعي، وفي الحالتين ما فيش اي وسطاء بين سواء بين المنتج والمستهلك النهائي او بين المورد والمستعمل الصناعي. بالنسبة للتوزيع غير المباشر هو توزيع المنتج في ظل وجود وسطاء. وعندنا اشكال مختلفة كتيرة جدا للتوزيع غير المباشر. في عندنا المنتج بيتحرك من المنتج الى تاجر التجزئة الى المستهلك النهائي، وفي شكل اخر ان المنتج بيتحرك من عند المنتج الى تاجر الجملة الى تاجر التجزئة الى المستهلك النهائي، وفي برضك المنتج ممكن يتحرك من عند المنتج الى الوكيل الى تاجر التجزئة الى المستهلك النهائي. ده بالنسبة للسلع او المنتجات الاستهلاكية. بالنسبة للمنتجات الصناعية، في عندنا المنتج ممكن يتحرك من المورد الى الموزع الصناعي الى المستعمل الصناعي، وممكن المنتج يتحرك من المورد الى الوكيل الى المستعمل الصناعي. بنشوف هنا اشكال التوزيع او استراتيجيات التغطية السوقية. الشكل الاول للتوزيع اللي هو التوزيع المكثف، وهو توزيع المنتج في اكبر عدد من المناطق البيعية، وذلك في حالة المنتجات الاستقرابية زي المأكولات والمشروبات والأدوية والجرائد والخدمات المصرفية وخدمات النقل والمواصلات. وهنا عايزين نوضح المنتجات الاستقرابية بأنها المنتجات التي يشتريها المستهلك من أقرب مكان له، حيث يبذل المستهلك وقت وجهد وتكلفة منخفضين في سبيل الحصول عليها. هنا نستنتج برضك ان التوزيع المكثف بيفيد في حالة المنتجات الاستقرابية او المنتجات الميسرة. نيجي للتوزيع الثاني اللي هو التوزيع الانتقائي، هو توزيع المنتج في عدد محدود من المناطق البيعية، وذلك في حالة منتجات التسوق زي الملابس والأجهزة والأساس. وهنا عايزين نعرف منتجات التسوق ونقول ان هي المنتجات التي يشتريها المستهلك بعد المقارنة بين ماركتها وموديلاتها وجودتها وأسعارها، حيث يبذل المستهلك وقت وجهد وتكلفة متوسطين في سبيل الحصول عليها. هنا بنستنتج ان هنا التوزيع الانتقائي بيفيد في حالة منتجات التسوق او منتجات المقارنة. في بعد كده الشكل الثالث للتوزيع اللي هو التوزيع الوحيد، هو توزيع المنتج في منطقة بيعية واحدة، وذلك في حالة المنتجات الخاصة زي التحف والأدوات والآلات الموسيقية والأدوات الرياضية. طبعا هنا بنعرف برضك المنتجات الخاصة، بنقول هي المنتجات المميزة بخصائص فريدة أو علامة خاصة، حيث يكون المستهلك على استعداد لبذل وقت وجهد وتكلفة كبيرين في سبيل الحصول عليها. وهنا برضك بنستنتج ان التوزيع الوحيد بيفيد في حالة المنتجات الخاصة. هنا بنشوف نظم التوزيع. فعندنا ثلاث انواع من نظم التوزيع. النوع الاول اللي هي نظم التوزيع الافقية، والنوع الثاني نظم التوزيع الرأسية، والنوع الثالث اللي هو نظم التوزيع المتعددة. بالنسبة لنظم التوزيع الافقية، هي اتحاد شركتين او اكتر في مرحلة واحدة من مراحل الانتاج والتسويق، مثل اتحاد مجموعة منتجين
او مجموعة تجار جملة او مجموعة تجار تجزئة. وهنا عشان نفهم هذا الموضوع هنفترض ان احنا عندنا 3 منتجين، منتج لماركة الف ومنتج لماركة ب ومنتج لماركة جيم لنفس المنتج. عندنا طبعا بالنسبة للماركة الف عندنا منتج الماركة الف كويس ليه طبعا في تاجر جملة بيتعامل معاه، تحتيه تاجر جملة بيتعامل معاه، وبعد كده تحت التاجر الجملة في تاجر تجزئة بيتعامل معاه، وتاجر تجزئة طبعا بيتعامل مع ايه، مع المستهلكين. في بعد كده منتج الماركة ب تحتيه بيكون في تاجر جملة بيتعامل معاه، وبعدين تاجر الجملة بيتعامل مع تاجر تجزئة، وتاجر تجزئة بيتعامل مع المستهلكين. في بعد كده منتج الماركة جيم، في عندنا المنتج ده بيتعامل مع تاجر جملة، وتاجر الجملة بيتعامل مع تاجر تجزئة، وتاجر تجزئة بيتعامل مع المستهلك. هنا لو حبينا ان احنا نتكلم عن نظم التوزيع الأفقية هنقول ان احنا لو حصل اتحاد ما بين منتج الماركة ألف مع منتج الماركة ب مع منتج الماركة جيم، ده اسمه نظام توزيع أفقي. نظام توزيع أفقي ان انا هنا اتحاد منتج الماركة ألف مع منتج الماركة ب مع منتج الماركة جيم لنفس المنتج. في بعد كده برضك لو حصل اتحاد ما بين تاجر الجملة اللي هو بيتعامل مع الماركة ألف، وتاجر الجملة اللي هو بيتعامل مع الماركة ب، وتاجر الجملة اللي بيتعامل مع الماركة جيم، فاتحاد مجموعة تجار جملة ده برضك اسمه نظام توزيع أفقي. في برضك لو تاجر التجزئة اللي بيتعامل مع ماركة ألف، وتاجر تجزئة بيتعامل مع ماركة ب، وتاجر تجزئة بيتعامل مع ماركة جيم، فاتحاد تجار التجزئة اللي بيتعاملوا مع التلات ماركات ده يعتبر نظام توزيع أفقي. نيجي بعد كده لنظام التوزيع الرأسي أو نظم التوزيع الرأسية، هي اتحاد شركتين أو أكتر في أكتر من مرحلة من مراحل الإنتاج والتسويق، زي اتحاد منتج مع تاجر جملة، أو اتحاد تاجر جملة مع تاجر تجزئة، أو اتحاد منتج مع تاجر جملة مع تاجر تجزئة. في بعد كده نظم التوزيع المتعددة، هي الاعتماد على أكثر من قناة توزيع للوصول إلى أكثر من قطاع من القطاعات السوقية المستهدفة، مثل اعتماد شركة سجاد على كل من التوزيع المباشر لتوزيع منتجاتها إلى الفنادق مثلا، والتوزيع غير المباشر لتوزيع منتجاتها إلى الأفراد النهائيين أو المستهلكين النهائيين. هنا بننتقل إلى قرارات تصميم وإدارة قنوات التوزيع. عندنا المرحلة الأولى أو القرار الأول اللي هو تحليل احتياجات العميل، مثل الشراء من المتاجر القريبة أم من المتاجر البعيدة، الاستلام الفوري للمنتج أم الانتظار لفترة للاستلام، الحصول على خدمات ما بعد البيع من الموزعين أو من غير الموزعين. القرار الثاني أو الخطوة الثانية اللي هي وضع أهداف قناة التوزيع، مثل تقديم السلع للعميل بأقل تكلفة يتطلب تخفيض تكاليف النقل والتخزين. المرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة تحديد أنواع الوسطاء، تاجر جملة أو تاجر تجزئة أو وكيل أو موزع صناعي، وبعدين تحديد عدد الوسطاء أو أشكال التوزيع إذا كان مكثف أو انتقائي أو وحيد. بعد كده تحديد مسؤوليات الوسطاء، مثل قيام المنتج ببيع السلعة للموزع والإعلان عنها، وقيام الموزع بشراء المنتج وإعادة بيعه وتوفير المعلومات للمنتج. في بعد كده المرحلة اللي بعد كده اللي هي إدارة وتحفيز الوسطاء باستخدام الحوافز الإيجابية، مثل منح الموزعين هامش ربح مرتفع، وبرضك في الحوافز السلبية مثل التهديد بتخفيض هامش الربح المقدم إلى الوسطاء أو وقف التعامل معهم. في آخر مرحلة أو آخر خطوة في إدارة قنوات التوزيع تقييم أداء الوسطاء في ضوء عدة معايير، منها تحقيق الحصص البيعية المحددة، المحافظة على الأسعار المحددة من جانب المنتج، وتقديم الخدمات المطلوبة من العملاء. وبكده نكون انتهينا من شرح الموضوع السادس في مادة المؤسسات التسويقية واللي كان بعنوان التوزيع.